غضب يا سلطان غضب. ويدو ميكر، صانعة الأرامل GT2 RS. ليه؟ لأنه هذه السيارة لما بتطفي كل الأشياء المساعدة للسلامة زي الـ ESP والتراكشن كنترول بتكون أنت وربك. بس وإضافة طبعاً زي ما قلت لك 700 حصان، 750 نيوتن متر، سرعة قصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة. رقم على النوربرغرينغ كسروا مرة تانية 6:40.03. هيدي الأرقام أنا بالنسبة لي معودين عليها ببورش، خصوصاً إنه تقاليد وعراءة عائلة الجي تي عند بورش بتعود لسنة 93. صحيح. وهلأ بال2017 تحديداً بالجودوود فيستيبل أوف سبيد شفنا الجي تي 2 آر إس، صانعة الأرامل مثل ما كنت عم تقول عنها. نحن كلنا بنعرف إنه بورش ما كتير بتخاطر بالديزاين بالتصميم الخارجي، بتخليها بورش شوية تعديلات، شوية لمسات، إشياء لمسات. مثلا ليك شوف ملا مقدمة فعلا، يعني بتذكرنا شوي بال 911 توربو، بتذكرنا كمان بسيارات بورش العريقة. هم عندهم زي ما تقول كومبو أو تركيبة ناجحة، اللي هي وجود المحرك في الخلف خلف الكفرات الخلفية. من أكثر من 50 سنة عارفين هذا الشكل، مثل ما تشوف هذا السيلوات تعرف إنه إيش، إنه 911. ولكن طبعا هذه جي تي 2 آر إس مختلفة عن الجي تي 2 آر إس العادية. هذه الفايساخ باكج، يعني أنت بتتكلم على 30 كيلوغرام أخف من الجي تي 2 آر إس العادية. جنوط مغني، الرول بار الداخلي تايتانيوم، كل قطعة فيها كاربون فايبر، الجناح الخلفي. وبورشا وصلوا إلى درجة إنه حتى الباج الأمامي ستيكر عشان يخففوا وزن في السيارة هذه. بورش ما بدها العالم ياخذوا فكرة إنه جي تي 2 آر إس هي سيارة حلبات بس. صحيح. بدها إياهم يعرفوا كمان إنه هذه سيارة طرقات، فيك تطلع تسوقها على الطريق عادي جدا. هلأ كمان التكنولوجيا اللي صارت مبينة بهالسيارة، العجلات الخلفية صارت All wheel steering. مزبوط. يعني المهم بالموضوع إنه صار في تماسك أكتر. إحنا بنعرف لما العجلات الخلفية بتتحرك مع الأمامية بيصير في تماسك أكتر، ساعتها أنت وفيت بالمنعطف قد ما كنت فيت بسرعة. صحيح. السيارة صارت ثابتة، صارت متماسكة أكتر. هلأ كمان بتشوف مكسورة داخلية، أول شيء المقاعد بتثبتك بمحلك، وبتطلع بتشوف الستيتشز كل هالدرزات. تعال معي لجوا. فضل فوت. أول شيء حواف المقاعد بتثبتك محلك، ممنوع تتحرك لا يمين ولا شمال. شايف الدرزات هون؟ شايف شو حلوة؟ صحيح. يعني صحيح. لون أسود مع كربون فايبر مع الكانتارا، شيء بيوجع القلب كتير. أيوة. كتير مش شوي. وشوف كمان جماعة بورشا مسكت اليد الداخلية، خفف وزن، عملوها حبل يعني. أنا لفت نظري أول ما جلست فيها هذا الخط الأصفر، هذا عادة كنا بنشوفه في سيارات الرالي وسيارات السباق العالمية، حطوها نوت في البورش على أساس إيش؟ يحدد إنه أنت هلأ صار وقتك ده. طلع هون على يمينك سلطان، شفت هذا الزر؟ هيدا لتستمتع بال 700 حصان. هذا السيمفونية. السيمفونية. ومثل ما قلت قبل شوي، فيك تبطل عمل الـ ESC والتراكشن كنترول حتى إذا كنت برو على الحلبة تصير تتمتع أكتر. أنا شوف، أنا هذا الزر من رأيي أنا يعملوا له زي خط كده وعلامة إنه عليه كروس، إنه دونت تاتش ده unless you're a pro زي ما أنت ذكرت. نشغل ونسمعها آخر مرة عشان بصراحة وحشني الصوت أنا. إيش رأيك؟ وحشك الصوت؟ ها؟ طيب. روح مثل ما بدك. إيه روح. يا. يعني عندك اوبشن انك انت كمان تسوقها على الهادي كصوت، وعندك كمان تفتح البوابات فيها وتستمتع زي ما انت ذكرت بالصوت بالكامل. انا بالنسبه لي سلطان هيدي اهم سياره قدمت لنا اياها بورش. صحيح. من ال 95 لهلا عم بتطور ال 911 جي تي 2 ار اس سنه بعد سنه، وصولا لسنه 2018 حتى شفنا سياره عن جد عن جد عن جد مخيفه. يعني السعر ببلش ابتداء من 300,000 دولار، والمنافسين كتار. بالضبط. في عندك اللامبورغيني البرفورمانتي والسبيسيالي من فيراري بيستا. صح. وكذا سياره. صح صح. في الفئه هذه